طبعا احنا لما نجي نبدا نعمل جراحه بنجهز المريض بالبدايه، ناخذ له الكيس هيستوري، نجهز العياده تعقيب ما تعقيب، وبعدين نخدره، وبعد التخدير نبدا حقا من اوبريشن. بنبدا اول خطوه يكون معانا السكالبل، هذا بنسموه ايش؟ سكالبل. سكالبل عباره عن الهولدر، تمام، مع البليد. الشفره هذه بنسميه بليد، وهذا هولدر. البليد اللي غالبا بنستخدمها بتكون رقم 15. تكون رقم كم؟ 15. كيف ندري بالرقم؟ نجي نشوف هنا مكتوب 15، واضح عندكم؟ تمام، هنا مكتوب رقم 15. لو نجي نشوف هذه الثانية، هذه رقم 15 وهذه رقم كم؟ 11. اكثر استخداما اللي نستخدمه رقم 15. رقم 11 نستخدمه، رقم 11 بيجي شكله كذا، نستخدمه اذا عندنا بس قيح متجمع، نعمل له دراينيج. نعمل له ايش؟ دراينيج. ايضا معنا رقم 12 يجي معطوف كذا، نستخدمه بالبريدنتال سيرجري. رقم 10 بيجي عريض، لذلك بنستخدمه بالسكن. نستخدمه بالسكن. طيب كيف نركب البليد والسكالبل؟ اول شيء بناخذ رقم 15، شوفوا كيف يجي شكله. بيجي حقنا الاسيستنت يفتحه كذا، اوكي، يحط لنا فوق التري. كل شيء معقم طبعا، ناخذه عشان نركبه. نجي نشوف لما نجي نركب، نشوف، شوفوا هذه المنطقة، تمام، بتكون متوازية مع هذه، بتكون متوازية عشان اعرف ادخله. اخلي هذا بارلل مع هذا، تمام، عشان اعرف اركبه. ها شوفوا، لو قلبته مش هيركب سوا، لو قلبته كذا مش هيركب سوا. لا ارده، خلوه ايش؟ بارلل. وشوفوا معنا هنا جروف بالهولدر هذا، الجروف هذا بيدخل لهذه المنطقة الضيقة اللي هنا. ها نحط، قلنا نخلوه بارلل، لا نحط ونضغط للداخل. شوفوا طق، هذه طبق. اوكي، كيف نبعده؟ بنمسك هنا، نرفع ونسحب. هذا بنسموه البليد مع الهولدر، بنسموه سكالبل. بنسموه ايش؟ سكالبل. كيف بنمسكه لما نجي نعمل انسيجن؟ بنمسكه بين جراسب، بين جراسب. طيب شروط الفلاب، تمام، لما نجي نعمل فلاب، اولا بمسكه بيربنديكولار للبول، اعمل ايش؟ بيربنديكولار. بدخل اعمل انسيجن لما يحصل كونتاكت مع البون، يحصل كونتاكت مع البون. بعدين الانسيجن حقي بيكون كونتينوس، بيكون ايش؟ كونتينوس. ايوه، اسحبها واحده، ماجيش اسحب وانزل، اسحب وانزل، لا، هذا بيعمل تيرينج فقط. انزل كونتاكت، اسحب واحده، اسحب، تمام. طيب لما اجي انا اعمل انسيجن هنا بالاسنان، لما اجيب الاسنان اولا مثلا نعمل انفلوب فلاب. انفلوب فلاب عبارة عن هوريزنتال، بمشي مع الأسنان فقط، بمشي مع الكونتور حق اللثة، هذا بنسموه انفلوب. ما عملش فيرتيكال، ما عملش فيرتيكال. الانفلوب هذا نستخدمه متى؟ لما نجيب البلت، لأنه لو عملنا بالبلت فيرتيكال بنعمل، بنقطع من البلاد فيزلز والنيرف الجريتر، تمام. إذن الانفلوب أكثر استخدامه بالبلت. بنجي نمسك، ننزل بربنديكولار للعرض، نقلب السيفتي شغل. طيب بعدين نجي، لما اجي مثلا اشتغل بمنطقة المولر، ضروري ما اتقدم اعمل انسيجن سن قبل وسن بعد، سن قبل وسن بعد يمتد، تمام، اقل حاجة سنتين قبل وسنتين بعد، بس ما اجيش على نفس السن نفسه واجي اعمل انسيجن، تمام. اوكي، ايضا البابلة، البابلة ما اجيش اعمل انسيجن من السنتر حقي، من نصي، ما اجيش اقسم من نصي، ولا اجي من نص السن، اجي من الميزيو بكل، من الميزيو بكل، او من الميزيو بلتل، هنا جهه البلد، من الميزيو بلتل او من الديستو بلتل، واذا كنا بالبكل من الميزيو بكل او من الديستو بكل. الباب لا، يا اما ادخله مع الفلاب، يا اما اخرجه من الفلاب، ما اجيش اعمل من نصه، لا من نصه ولا من نص السن، بسبب هذا الفراني، تمام، عشان ما يحصلش ريسيش، لما رده ما تحصلش ريسيش. اذا ما نجي نعمل، نبدا نعمل ايش؟ كونتينوس، قلنا نزلنا بربنديكولار، كونتينوس الانفلوب، قلنا بنمشي مع الكونتور حق من؟
حق اللثه شوفوا طبعا لانه انفلوب ما بش معناها فيرتيكال بنحتاج يمتد سنتين قبل وسنتين بعد ايه تمام عشان تكون الرؤيه اوضح. طيب هذا الهوريزونتال اوكي. بعد ما نعمل الانسيجن بناخذ البيري استير اليفيتور. بيري استير اليفيتور بيجي جهتين هذا بيري استير اليفيتور يجي بوينت اند اد وبرود اند تمام. البوينت اند اند باجي اعمل اليفيشن للانتر دنتال بابيلا منطقه الانتر دنتال بابيلا تمام نحرر نرفعها لان هذا بيرفع للتيشو. البوينت اند باجي اعمل وين انتر دنتال بابيلا وبعدين اخذ البرود اند وبابدا ارفع التيشو بكون اضغط وارفع وارفع. شوفوا لما يرتفع لما يبين معي العظم كذا النسيج بيرتفع معك. طيب هذا بالنسبه للانفلوب اذا كونتينوس تمام بيربنديكولار كونتينوس سين قبل سين بعد ما ندخل ما نجيش نعمل انسيجن من السنتر حقل باب الله حقل باب الله ما نعملش من السنتر حقل التوث ما نعملش من السنتر حق التوث. طيب هذا الانفلوب اقدر اعمل له موديفيكيشن اقدر اعمل له ايش موديفيكيشن. مثلا عملنا انفلوب هنا اوكي لو قلنا بنمشي مع من مع الكنتور حقل اللثه الانفلوب عملناه ايش هوريزونتال. طيب الانفلوب قلنا نقدر نعمل له موديفيكيشن اقدر اخلوه ايش تريانجولار. كيف اعمل اجي من نهايه نجي نعمل فيرتيكال ايش ريليز باجي بشكل اوبليك. ليش بشكل اوبليك؟ عشان تكون معي البيس اكبر من الابيكس تمام. البيس تكون اكبر من الابيكس عشان الترويه الدمويه. باجي شوفوا هذه الباب لا اجي من وين من هنا تمام ما اجيش من نص السن ولا من نص الباب لا شوفوها من الايوه اللاين انجل دستو بكل ولا ميزيو بكل ها شوفوا تمام. هذا الان بنسموه ايش تريانجولر فقط هوريزونتال واوبليك. لو نجي نوصل ما بينها خط بيوقع معي شكل ايش تريانجولر صح ولا لا. طيب التريانجولر ايضا اقدر اعمله موديفيكيشن اخلوه ترابيزيدوال. كيف اعمل؟ اضيف انسيجن بالجهه الثانيه باجي ها شوف اوبليك اوكي شوفوا كيف فقع شكل الفلاب. هذا فيرتيكال وهذا فيرتيكال وهذا هوريزونتال. لما نجي نشوف البيس القاعده حق الفلاب اعرض من الابيكس. ليش؟ عشان الترويه الدمويه. نرفع البوينت اند قلنا بالانتر دنتال باب الله اوكي. طيب نجي بعدين للبرود اند وبعدين بحفر العظم عشان ادخل للرود اوكي. هذا ترابيزيدوال تمام. اخر شيء اخر نوع من انواع الفلاب اللي هو سيمولونر بنسموه ايش سيمولونر. بيكون على شكل كيرف بمنطقه الابيكس. طبعا معنا شرط مهم بالسيمولونر انه يكون من عند اقل مسافه ما بين الجينجفال مارجين والفلاب حقي اقل شيء 5 مل نص سنتي تمام. اذا كان اقل بياثر على الترويه الدمويه على البلاد سبلاي بنجي بعدين نرفع. هذا طبعا نستخدمه نعمل ابيكسكتومي كده تبين نرفعه اوكي. هذا الفلابات اذا معنا انفلوب معنا تريانجولار انفلوب بنقدر نعمل له موديفيكيشن تريانجولار نعمل له موديفيكيشن ترابيزيدوال. وهنا معنا اللي هو ايش السيمولونر طيب ناخذ مثلا كان معنا هنا قلعنا او شيء او عملنا بيكسكتومي بعدين كان معنا سيست او شيء بنعمل له انكليشن ناخذ البون كيوريت
ونعمل له انكوليشن بالبنكيوريت. اذا البنكيوريت وظيفته يعمل لي انكوليشن، اذا بوسيست، اذا قلعنا مثلا، اذا انقلعنا او بو بري ابيكال ليجن بنعمل تجريف بهذه الاداه تمام بنكيوريت. اذا بنعمل هذه تجريف للباثولوجيكال تيشو. اوكي طيب، بعدين عملنا اريجيشن بنورمال سراين، بعدين نجي نشوف بو شارب بون، بو مناطق حاده تمام. ايش نعمل له؟ سموثنج. باخذ البون فايل، باخذ البون فايل، حركه البون فايل بتكون بول فقط، بتكون بول سحب فقط، ما يجيش كذا نعم لا بتكون بول. اوكي طيب، بعد البون فايل نعمنا، بعدين نجي ايش اخر خطوه اللي هي نعمل سوتشرنج. نعمل ايش؟ السوتشرنج. اثناء ما عملت انسيجن تمام وحصل بليدنج، باخذ ايش؟ باخذ هذه الاداه سماها هيموستات تمام، او الصغير مني سماه موسكيتو، باخذ هذه وظيفته تغلق لي مون البلاد فيزلز اذا حصل انجري تغلقه. اوكي ايوه همستات فورسيبس، بتمسكه تعمل له كراش بتغلقه. شوفوا كيف حقه السريشن داخل هوريزنتال تمام، قفل لي البلاد فيزلز. النيدل هولدر لو نجي نشوف شكله، شكله نفس الهيموستيزيس صح ولا لا؟ صح الشكل نفس الشكل، كيف نفرق بينهن؟ نجي اولا هذا ثيك وهذا يكون ثين تمام، ثين الهيموستيزيس طيب، والنيدل هولدر يكون ثيك. باجي افتحهن واشوف السريشن كيف داخلهن. ايوه هذا هوريزنتال، الهيموستيزيس هوريزنتال، بينما النيدل هولدر على شكل كروس تمام، وبو بالوسط ايش؟ نوتش. بو بالوسط نوتش، الكروس هذه والنوتش تثبت لي النيدل، لكن لو مسكت النيدل بالهيموستاسيس، الهيموستاسيس هوريزنتال صح؟ اول ما اجي امشي بيحصل لي سليبيج، بيحصل ايش؟ سليبيج. وين نمسك النيدل؟ باجي اقسم النيدل ثلاثة ثلاثة، اقسمه ثلاثة ثلاث، بامسك بالبستيريور وان ثيرد اللي هو قريب من الخيط. اوكي كده طيب، كيف امسك النيدل هولدر؟ شوفوا كيف امسك النيدل هولدر، كذا امسكها تمام ايوه كذا. طيب اجي امسك واثبتها، بعضه يجي يخرج يده عادي ويمسك كذا تمام كذا او كذا، ما يجيش واحد يمسك لي كذا تمام ولا كذا، لا كذا ها، هذه هنا هذه هنا كذا المسكه. هذا مثلا هذا يسمى معناه تشيزل، هذا تشيزل وهذا شوفوا تقول انه هو نفس الشيء صح ولا لا؟ لا هذا اسمه تشيزل وهذا استيوتوم. تشيزل وايش؟ استيوتوم. كيف الفرق؟ شوفوا هذا يوني بيفل، يوني بيفل لو نجي نشوف حقه التيب قطعه واحده فقط، قطعه واحده بنسموه ايش؟ يوني بيفل، بينما هذا باي بيفل بيكون حقه الراس مقطوع من الجهتين، مقطوع ايوه من الجهتين، يسمى هذا استيوتوم. الاستيوتوم باي بيفل، باي ايش؟ بيفل، بينما يوني بيفل فقط، يوني بيفل فقط. الاستيوتوم الاستيوتوم والتشيزل بيستخدم مع المالت، هذه بنسميه ايش؟ مالت. كيف نستخدمه؟ بنجي مثلا معنا زائده عظميه، زائده عظميه، لما نجي نشتي نزيله بنحطه كذا اوكي، وناخذ المالت وكذا نطرق. لما اجي اطرق احرك الريست فقط، احرك الحركه تكون من وين؟ من الريست فقط، ما اجيش احرك يدي كامل لا، الطرق بيكون بشكل خفيف تمام، احرك الريست فقط تمام كذا حركه خفيفه. اذا هذا تشيزل يوني بيفل، اوستيوتوم باي بيفل، وهذا المالت. هذا يسمى كوخر، هذا كوخر شوفوا كيفه. هذا بجي امسك مثلا المصل، لما يكون ميجور سيرجري وبين لي المصل ولا هذا، بجي امسك بو المصل، ما امسك بوش النيرف، ما امسك بوش ايش؟ النيرف ايوه، عشان ما يحصلش انجري للنيرف. اوكي طيب خلاص، هذا ايضا معي، هذا الماوث جيج، الماوث جيج هذا اطفال، هذا بجي يفتح فم البيشنت. شوفوا معك بيشنت يجلس يقفل فم، يفتح فمه وهذا يأمن لي الفتحة. الآن الشعر الدوب أعمل كذا، أرفع الأمان هذا وأسحب. أوكي شوفوا إيش اسمه، طبعا بنوع ثاني ماوث جاج،
هو نوع نوع ثاني ما هو ثبروب بيجي ربر بيجي ايش ربر الربر ما ياثرش على من على الانامل حق التيث تمام ايوه ما ياثرش على الانامل حق التيث